اعترف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت بالعجز عن مواجهة سكان البدو الفلسطينيين في النقب المحتل عقب الأحداث الأخيرة، رفضاً لتجريف الأراضي وزراعتها بالأشجار توطئةً لمصادرتها. وأكد بنت في مقابلات صحفية عدم قدرة الاحتلال على حكم العرب في النقب، مهدداً بإقامة جدار حديدي ضدهم في حال عجزت حكومته عن بسط سيطرتها على السكان هناك. وعد بنت وجود الفلسطينيين في النقب تهديداً حقيقياً لإسرائيل، وقال إنه في 20 عاماً الأخيرة فقدت إسرائيل بقدر كبير النقب بسبب ما وصفه بغباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وأوضح أنه أوعز بتحريش المناطق التي يسكنها بدو النقب رغم معارضتهم الشديدة وإرسال مئات من قوات الاحتلال من أجل قمعهم. وخلال السنوات الأخيرة الماضية اتخذت إسرائيل من عمليات التشجير في مناطق النقب أداة لمصادرة آلاف الدنومات من الأراضي والاستيلاء عليها، وتتوقف بين ثانية وأخرى تحت ضغط الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة. وقبل أسابيع شهدت منطقة النقب تجريف مئات الدنومات من أراضي قرية سعوة مسلوبة الاعتراف، ما قوبل برفض شعبي شامل قمعه الاحتلال عبر الاعتقالات الواسعة والضرب وإطلاق قنابل الغاز والرصاص صوبهم.